بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل أتشوكتان بولا ليال كسر دوادا برنامج كني ديني واتقن وان كسر قادن دونو ميد كميدا أخلاق ده وقوة ناكسن وقونا هير كسر ريسا وحويان ودول عدين تا أدو قوس ليسو أمو دول عدين يسو ولال كاوتشيسا رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم وحويري تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن أدو لعديسو ولالك وجهيسا مركض لك لانتو واب صدق. حديث كلاو حكوية رسولك صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى بوجه طلق. وحلي رسولك صلى الله عليه وسلم ولقاها يريسا وها حقر وها ناقصن معروفك ووحو ناكسا هاو ملنين يرتاين حتى هدي آد ولالك وجه فرنات كلا كلانت. سبحان الله تد بدن با وحي رميسيهين إن هدي وجه يسو فره أما فرحات لغو أركو إن أما دبع سنان لغو أركو إن أرين تاسي داوع وين أجي سنيسو رغني مديس أيو أركا. سبحان الله لله إلا الله. حقيقتنا وحا أي تاهي قف بقفك وكفر فرنيهي قف بقف وكسي دبع سنيه لين وكسيه قف بقف وكبشاش سنيه ايا ضدكنا اي اوغج عيل بدنيه قف كاسنا اوغا خير بدنيه واي كلما مركز طوى لالك والله كل موضوع العدية وشكي سنو فرنيا قلبك سنو بشاش هو يهي وحو هلي يا صدقاء يا خير بو هلي يا سبحان الله لله إلا الله أرنتا سنو وحبي يلي ما يسرق أني مدادي ددك أدونك صومر يا ابن آدم كوحا وخير بدنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحو أهانين دول عدين بدن وحو أهانين وشكي سفرني هاي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حارث وحو اللي هاي ما رأيت أحدا أكثر تبسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأركين قف كفرفرا أو مركا وحويان كدول عدين بدن رسولك صلى الله عليه وسلم. صحابي قال لدي جرير وحو اللي هاي لغا صوب بلابه منذ أن أسلمت لغا بلابه ما ننتي أن إسلامي نبي قرقي سيمود ديدين وانقلي تربيولي صلوات الله وسلام عليه كلما مركز كل كستو إلى كل منا ويقص لتروي ويدع العدين تربيولي رسولك صلوات الله وسلام عليه تاسنا واتكرنك تي إن إدتكو تعلادان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وكسي فايسنا إنو يحي رفق مد بعسا نحريس بدن بلا حديث كلا وحو كله يا رسولك صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله إلى هاي تبعسنانتا إيا مركا نحريستا إيا بشاش نمضا إيا وحا مارك تفضيد إيا شاي كستبا واتش عليه أرن كستبا إن رفق وكتري نحريسا كترتو أيو إلى هاي تعليه مركا ضدك إنا مركا لكو الميسيد اللي افتقد وين نحريس يا رفق وكتر إيا دبعسنان. حديث كلا وحي كل دا عائشة وهو يدن عائشة إلى هيرها لها كا هذا رسول كوحو أها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس ضدك وحو أها رسولك ضدك كأوغوك العسن أوغود بعسن وأكرم الناس أوغونا ديغ دبدا وكان رجلا من رجالكم ننك مدى ضدك هنا أمبو أها نم بني آدم أيو أها صلوات الله وسلام عليه ومو أهين مدين تو عرب بدنو عقدات بدنو دبعاد حنو ضدك كدح بحو أو بلشد بكدح بح أي وحوها رجل من رجالكم من رجا أو كم إذا ضدك كلا أو بلشاوية أو ضدك مركها كل يحتربوها صلوات الله وسلامه عليه بل ماشو استاجبة وحاء وها رسولك صلوات الله وسلامه عليه مد ضدك سوتشيته أو ضدكنا أي قصة حومان وأكتس أي كبوحان مرولبة صلى الله عليه وسلم نبي يقولون كل جي سعده هي إن مركها وحويان أي عدلة شوكته مرولبة وح بدن إن عدلة شوكته لأنه وحوها هدي ديقسي نما لغا رمكي يوغو ديقسي سنة هدي لغا ورميو بشاش نما دي إيا فرحات دي إيا النحاريس دي إيا وناقي وحويا وإساقا ماركتا وغو سرية صلوات الله وسلامه عليه بل وحا وربا نبيغو صلى الله عليه وسلم إن أمديسو أي حتى مركي أوبد كودة يرير إيا حاس كودة إنا كلا كل مان وناقي يا خير وحا نبيغ عليه الصلاة والسلام ودون كنتري عرورتيس حسن يا حسين أو أها ودون كنتري فاطمة أو مركا وحويا
inantii uu dhalay oo gabadhii rasuulku uu dhalay ahayd iyadana waa dhunkan jiray. Bale caaisha waxay leedahay ilaahay raalliha ka ahaadee mar kasta oo ay caaisha usoo gasha rasuulka sallallahu calayhi wasalam nebigu wuu dhunkan jiray gacanteeda. Haduu rasuulku u galo faadimana, faadima ayaa gacanta rasuulka dhunkan jirtay sallallahu calayhi wasalam. Waa rifqigii, waa maxabadii, waa bashaashnimadii ayay ku tusinaysaa. waxaa kaloo rasuulku uu dhunkan jiray oo uu jacayl iyo farxad iyo bashaashnimo yeynu ku faraxsan yahay tusi jiray ubadkiisa oo xasan iyo xuseen, waa kii rasuulku dhunkaday sallallahu calayhi wasalam. dabadeedna sida xadiiska saxiixeynka ku yaala bukhaari iyo muslimka, ninka la dhahda al aqrac ibnu xaabis ayaa wuxuu arkay nebiga oo dhunkanaya xasan oo ilmo yara. subxaanallah. markaasuu yidhi atuxibahu, miyaad jeceshahay? markaasuu yidhi haa. markaasuu yidhi cashara toban baa ilaahay siiyey, toban wiil baa ilaahay siiyey, weligay midna ma dhunkanin. subxaanallah. la ilaaha illa allah. xadiidku wuxuu dhahayaa rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, man laa yurxam laa yarxam, man laa yarxam laa yurxam. qofkan dadka u naxariisan horta looma naxariisto. naxariistu ilmaha yar naxariista tusaysa waa dhunkashada, ilmaha yar naxariista tusaysa waa dhoola caddaynta, aada u dhoola caddaynayso. bale nebiga waxa uu inooga sheekeeyey saxaabiga la dhahda anas ibnu malik ilaahay raalliha ka ahaadee, in wiil yar, waa ilmo yar oon laba jir ama saddex jir, wax ilmo yar oo baby, inuu nebigu la kulmay oo ay anas walaala ahaayeen, deetana uu weydiin jiray markuu la kulmo isagoo qoslaya rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh, maa facala nuqayr, yaa abaa cumayr, maa facala nuqayr. ilmaha yar buu wuxuu ku leeyay abaa cumayrow, aabbihii dhalay cumayrow, maa facala nuqayr, shimbirtii nuqayr ahayd maxay samaysay? waa shimbir yar oo ilmaha yari uu ku ciyaari jiray subxaanallah, oo ka dhimatay maaragtay, shimbirtii oo dhimatay subxaanallah. deetana nebigu sallallahu calayhi wasalam ilmaha yar xataa waa u dhoola caddaynayaayo, wuu la kaftamayaayo, wuu soo dhoweynayaayo, isagoo haddana ah madaxweynihii muslimiinta oo waxa weeyaan mas-uuliyadda saarani ay aada iyo aada ay u weyntahay. marka waxaan leenahay walaalayaal, haddii aad dabacsanaatid macnaheedu ma aha in aad raganimadaadii ay kaa tagtay oo meeshaada raganimo ku ahayn rajula aanad ahayn, bal sharafta waxaa ka mida, raganimada waxaa ka mida inaad u naxariisto xaaskaagii iyo caruurtaadii iyo marka ehelkaagii iyo muslimiinta kale, oo aad tusto bashaashnimada, oo aad tusto farxadda, oo aad tusto qalbigaagu inuu furan yahay. soomaalida waxay ku mahmahdaa albaab furan lama gale, qalbi furan baa la galaa. waa xaqiiq weeye taas, albaab furan lama gale, qalbi furan ayaa la galaa. oo maanta haddaynu tusaale usoo qaadana ganacsatada, albaabada dukaamadoodu way furan yihiin, waad aragteen albaabada waa la wada furaya ganacsatadii, laakiin sakeebay dadku gelayaan. haddii bal qofkii ganacsatada ahaa uu yahay nin macangago adagoo qallafsan uu yahay, ka war cidina uu tegi mayso. bale axaadiista waxaa laga soo wariyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ina allaha laa yuxibu ljacdari, ilaahay ma jecla macangaga adadag ee qallafsan ee markaa waxa weeyaan dabeecadda xun, ilaahay maba jeclaba shaqsiga sidaas. subxaana allah, ilaahay wuxuu jecel yahay qofkii fudud. ina allaha yuxibu rifq, wixii in la fudaydiyo oo rifqi naxariisi ay ku jirta buu jecel yahay rasuulku, ayuu jecel yahay rasuulku, oo ilaahay jecel yahay, oo islaamka iyo muslimiintu ay jecel yihiin. idan xataa markaad ganacsanayso oo aad ganacsata iyo tijtaajir aad tahay oo bacmushdar aad tahay, waxaa lagaa rabaa inaad dadka kula kulanto weji furan, oo aad u qoslayso bashaashnimo, aad tusayso maaragtay inaad ku faraxsan tahay. subxaanallah. arrintaana waa mid ka mid a waxaan dhahaa professionalism, qofku inuu xirfadiisa si fiican u barto oo waxa weeyaan dee cilmiga tijaaradda ama business markaad baranaysid, waxyaalaha rukumada ugu waaweyn lagu baraya waxaa ka mid a dadka sidaad ula kulmaysid, communication, dadka sidaad ula kulmaysaa. dee waa inaad ula kulantaa qalbi furan, farxad uu kaa dareemaa, oo aan kugu faraxsanahay markaan imaado, oo qalbigaa furan bay dadku gelayaan. laakiinse albaab si kasta haddaad u furto, waxa weeyaan dadku iman maayaan haddaan qalbi furani la soconin. rasuulku waxa kale uu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh, dadka deeqsiin maysaan buu yidhi, dadka hee deeqsiin maysaan lacag, laakiin maxaad deeqsiin kartaan? weji furan baad deeqsiin karaa. ummaddaasoo dhan de haddaan maanta maalqabeen aan ahay oo aan qof walba wax siiyo oo cid kastaba aan wax siiyo, xooluhu way dhammaanayaan. laakiin shay baa jira ay dadkaasoo dhan hal mar wada deeqi kara, waa farxadda iyo wejigaaga waxaa ka muuqda. subxaanallah. la ilaaha ila allah. taa macnaheedu maaha in qofku aanu cadhoon karay, qofku wuu cadhoon karaa, mar buu xanaaqi karaa,
barba ma aragtay uu wajigiisa cabusi kara laakiin waa marmar nabiguba salawaatullahi wasalaamu calayhi oo ahaa akhar tabassum qof ilaahay abuurtay kii ugu dhoola cadaynta badnaa ugu qosolka badnaa ugu farxadda badnaa wejigiisa farxad way ka muuqatay ayaa haddana dee mararka qaarkood wuu cadhoon jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markii diinta ilaahay lagu xadgudba wuu cadhoon jiray oo mar buu xitaa wejigiisa cabusay cabasa watawallaa an ja'ahu lacmaa oo ilaahay uu ku canaantay tabaaraka watacaala laakiinse haddana u fiirso akhlaaqdiisa iyo tilmaamtiisa waxaa ka mida farxaddaasaa ka mida iyo dabacsanaantaasaa ka mida فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك رحمة إلهي حكي سكاكت كاكت من نبي الله أياد وغوش العسان تايداد كان هذا لكن أهان الله يدمد أدق ومعنقق وقلف سن تدك ويكافر لن لهاين ويكايا علان هذا صحيح أرنت أسوارين حقيقة أو رنا وأنا أرنت ربيين تلماميد تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.